السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صباح الورد وصباح العقيلي وصباح الزلابية وصباحكم صباح الخالدي. شو بقولكم يا أبوكم؟ شو بقولكم؟ يا أبوك كني مفارج حد غالي، كني مفارج يقول فارق عزيز لديه هذا اليوم بيكون. هي والله سبحانك يا رب، حد شيء من البقع من تبات فيها لو ليلة وحدة رقادك يكون خفيف. هذه الرقدة في البحرين، رقدة البحرين طالت عمركم، رقاد ليلها خفيف. لو ترقد 3 ساعات كأنك راقد 12 ساعة، تصبح الصبح كأنك حصان الدج. هذا جو البحرين، جو البحرين فيها عبق يخليك الدج كأنك حصان. البقع مبيتة له تأثير، حتى الأول يصير المقانيس الأول وحاليا واليوم وبكى على طول، حتى في سيرة المقناص من بقعة لين بقعة تختلف الرقدة. البحرين من الأماكن اللي الرقاد فيها يجيك خفيف، تصبح نشيط، تصبح ما تانس عمرك متدقدق ولا منطحن ولا تانس عمرك رقاد كان ثقيل. رقاد البحرين خفيف، شراتها لها هل البحرين خفاف على الكبد وخفاف طينة خفاف ملتقى، ثقل وروز في العقل، هي خفاف في الملتقى خفاف في البشاشة في كل شيء، لكن ثقال في الكرم وفي الروز وفي العقل. سبحان ربنا عطاهم هالصفات الحميدة. الله يحفظ إن شاء الله البحرين وكل من سكن فيها يا ربي. بارحة من خلصنا من عند أم الزين على أساس إني بسير لافينيوم ولا بسير حدث المولات ولا بسير الشرق ولا غرب، لين جيت الفندق ويا لست تعينت من الله خير، ما رمت احترت يعني ولا أسير شرق ولا غرب، تعبت من المعاماة ما خليت بقعة، ويا لست والله في الفندق في اللوبي تحت وساير وياي ما بغلي ما بغ... وتيحت لي الفرصة تصوير الكثير، لكن ما بغيت لأني بغيت نهاية اليوم يكون مع أم الزين، وكان الستوري الباحث شوية في إضافات كثيرة فما بغيت أخرب المنظور مع نهاية اليوم، فكان نهاية يوم جميلة مع أم الزين. لقط الكرامة والحشيم والترحيب والناس كلها فرحت وتجاوبت ويا بملتقى وشوفه وكرم ويود أم الزين حرمة طيبة أنيسة، راعية نصح وراعية طيب، راعية هندام زين وراعية طيب وراعية ملتقى وراعية تواصيف وراعية تراتيب، حرمة نصوح للبنات، وفي جدولها اليومي حافل بالإنجازات وبالطاقة الإيجابية. هذه أم الزين حرمة ستير، راعية بيت، راعية علم، راعية خبر، فلذلك أنا أو أخبارها كانت طيبة، يعني كل شيء في حياتها زين، في زين، وما عندها شيء وقف في دربها طول حياتها، مكافحة مناضلة حتى في أحنك وأصعب الأوقات ما شاء الله عليها استمرت وكانت وما زالت تعطي الكثير من الإيجابية وتعطي الكثير من الطيب والكلام الطيب في برنامجها اللي هو الانستغرام اللي حطيت لكم حسابها البارحة. المراد ان طارت عماركم البارحة وانا ياس في اللوبي، قبل ما ايلس في اللوبي وانا جاي او قبل ما اظهر عند ام الزين، يعني اتصال من مجموعة، نحن القناة الفلانية، نحن الشيء الفلاني، بني ناخذ حديث منك. قلت لهم ان شاء الله توكلوا على الله، توقعت ريال بييني بدفتر وبنسولف شويون وبنسير. يوم عدى الساعة 11:30 أو قاصر زايد شوية، ولن أبوي سيارة جاية منزلة 7 لـ 8 أنفار كل واحد طوله طول وعرض عرض، بكشافاتهم وميكروفوناتهم ودنياهم بسفرهم وعقلهم. هاي وين سايرين؟ شي حفلة اليوم عندهم مني في الفندق وأنا جالس أطالعهم من بعيد. أقول في خاطري شو سالفتهم هاي؟ حين اللوبي ما في حد إلا أنا روحي ميلس. ما وعي طارت عماركم إلا أسمع يتخبر الريسبشن،
نحن والله يا بيننا بين خالد الخالدي موعد. يوم طالعتوا لنا هاللواد كل جايين عسب بينا. يا ربي شو يبوني؟ ترى مو ابوي هاي اللي جايين يسوون لقاء، ترى مبلغ برمس واحد يجلس عدالك ويتخبرك شو علومك. لا طلع ابوي تسجيل يعني مرئي ومسموع ومرئي. لا اله الا الله، وانا بطراطيري وما ادري شو، واركب فوق واسير اتلبس واتعدل وادز بالحيل كله، ورمسناهم الفندق بارك الله فيهم وما قصروا. خبروا الاداره وفتحوا لنا الميلس العود اللي تحت ميلس تيشرات المختصر. قالوا نحن ما عندنا مشكله، وخبر شيء طبيعي الريسبشن شاوروا هذا، لانه اللي في الريسبشن من هالبحرين، يعني اغلبيه الموظفين كلهم بحرينيين ما شاء الله. دارك تلقط التجاوب وايد قوي، والاداره ما شاء الله فنانين ليل ولا نهار، لان شيء مفاجئ. وابدا قالوا لهم فتحوا لهم المختصر اللي تحت وعدلوا لنا المكان، شغلوا التكييفات، حطوا العصائر والماي والدنيا والعلوم كل. المهم دخلنا واستوى التسجيل واستوى السين والجيم والسؤال والانطباع، وهذا كله عاد قالوا لي بعقب يومين ثلاثة بنطرش لك الرابط المقابلة، انت عاد على هواك، بغيت تحطه على اليوتيوب او تحطه على انستغرام كنت حر. المهم كانت مقابلة جميلة وفنانة، مجموعة شباب الله يحفظهم، حالهم حال هل البحرين الطيبين لياويد، ملتقى وأخلاق وجود في الكلام والمعاني والأدب بارك الله فيهم. بحط لكم شويون أقل عن ثانيتين نص دقيقة بس فيها تعريفي، يعني منو هاي اللي جاييني. أكيد الناس كلهم يعرفونهم هل البحرين غير أنا، لأني مش ملم في الأشياء الإعلامية، وما أنا ملم بسنابي روحي يعني، غير ما أعرف أسامي الصحف والمجلات. أنا في بلادي ما عرفت الصحف والمجلات، بعرف اللي بقى عليه من غير ما روم أحافظ أنا الأسامي، ما روم أحافظهن، لازم أسأل لادمي ألف ودي عن اسمه. الحب مسكين البارحة رؤى وياي من ثلاثة أيام زقرت ذكرى، وهي اسمها رؤى، فرق بين رؤى وذكرى لكن نفس المعنى، فيندمجن وظهر تم تتهندق بعد. قاعد عن أبوه اسمي ما تروم تحافظه، الناس كلها حافظت. قلت أنا ما رمت، لا بحياتي ما سمعت حد اسمه رؤى، أنا بحياتي ما اسمه. عارف عوشة، مريم، عديجة، شاملة، خدية، فاطمة، عفرة، سوسن، بدرية، اسامي اللي أنا عارف يعني مها يعني، ها بعد عارفه، وسميرة ووايد هالأسامي اللي عارف الأسامي المتطورات. يا غير اسم رؤى أنا ما سمعت حد اسمه رؤى بحياتي يعني. هي والله كان هالبحرين ما شاء الله يظهرون نواتك حلوة يعني، شيء اسم عندهم بعد اسمه رزان، وايد أسامي جديدة حلوة. هي بارك الله فيك، راح بحطكم شويون من المقطع البارحي. شوفوا من هالأمور اللي جت إلى الأخ الغالي أبو محمد خالد الخالدي حفظه الله، الخالدي حفظ هي نورت بلادك مملكة البحرين أم الشيخ علي آل خليفة، أرجو قبول صوغة البحرين. طال عمرك يا الشيخة يا أم الشيخ. وهذا بعد كرتون بعد من قيب بعد من عندها مطرشات البارحة، وهذا بعد كرتون من قيب. تسألوني من وياي ابنها ما بروم معك. وهذا بعدها أم عبد الرحمن أختك اللي هي ها بنت اللي جيت تحت تلاقيت وياها بعد طرشتها كرتون، ناهيك عن الكرتون اللي منك وين بروم شلل لها الدنيا كلها. ها وطالع بعد اللي هناك ها كراتي ودنيا، وها وهذا بعد منقيل. كم براويكم؟ كم براوي وكم بصفف وكم ها يميع الدنيا يميع. أما هذاك وهالباغة طارت عماركم الطويلة العريضة بلاد من كبرها تسوى النوم العين، ما ودي أودرها لكن شو أسوي؟ ها هناك بعد يميع الأشياء. هذا طارت عماركم بعد بوكيه الورد ياي، بوكيه طول طول عرض عرض جاي من أخوك محمد الخان مصمم أعراس، الأخ العزيز خالد الخالدي الحمد لله على السلامة، نورت البحرين، نورت البحرين بوجودك يا الغالي. شكرا جزيلا للأخ محمد الخان، شكرا جزيلا، دويق وكلاس وفنان
أكيد مثل هالباقة اللي أنتم طشينها واللون المميز الجميل. شكرا جزيلا. أبو أبوي بعد صلوم وصلين عندي. هذا أبوي اليوم ريوقي بيكون صلوم البحرين ولوز من لوز البحرين. البارحة تكلت من في الليل عشيت وحين بيكون ريوقي بعد لوز. كان حد يتريق لوز، أنا بتريق لوز إن شاء الله. أن اليوم هذا بنطعمه منه أم محمد. ريوقي اليوم طالت عماركم قرص عقيلي وزلابية، زلابية وقرص عقيلي، هذا ريوق اليوم. ويدلتي هذه وزاهبة بتفنيل إلا عقيلي وزلابية. والزلابية ليتني أبوك ما كل حد حشرني يبوني يعرفون رقم حساب هالحرمة هذه. نسيته، ما بنسيت، ما وحالي عند الباب ترمسني ورؤية عند بسيارته وحرانة ويلا 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 ويلا. وهي ما شاء الله عليها تبى ترمس البنية هذه وأنا مستعجل وكل العرب سألوني عنها هاي الحرمة. آلاف مؤلفة نسيت والله اسمها، يا منى يا منى يا آمنة، والله ما أعرف شو اسمها اللي تسوي هذا الزلابية. هي والله والله أني نسيت اسمها. حتى أم محمد تهلع عليه البيت هناك عندنا، وش أسوي حين ولا روما شله ما ينشل، بينشب عني طيارة وعزراي، وين روما شله؟ يا بولي الكراتين هاي لك مزرات زلابية، لكن تهلعوا على هذا. هذا لأن العين ترغب المغطاي وتعرف شيء يندوب مكشوف، هذاك المغطاي بعد ما حد سأل عنه، هذا عكس الوصف. هي لأنه ما حد يدري بها أصلاً هذاك. المهم هذا الرعية الزلابي، هذا أبوي أنا ما عرفت أنت منو، وسامحيني إني ما رمت أوصل المعلومة، ما عرفت اسمك، نسيت اسمك ونسيت أصلاً ما دك ما قلتي لي على رقم الحساب. المهم إن هذا اليوم ريوقي قرص عقيلي بصلومة وسمسمة، غير نمون بحياتي ما كنت كلت قرص عقيلي. من اللي بي البحرين ولخاطر من قرص هالعقيلي وهو من ربعي الخاصين، لأن اللي خدمه واحد من ربعي، من ربعي الأوليين اللي عدي به من مليون سنة، بيتخبرني بيني وبينه بعطيه الرقم. يوم بي البحرين وبيتهلع على قرص عقيلي بيجيب له لين الفندق، يبيع شيء طبيعي ما يتصدق به، لكن ما أدري بكم سعره. والمهم ألد قرص عقيلي بحياتي كلته، قلت له عادة ينقصه شوية تتهنهين سمسم، أتوقع أنه بيغدي أخير. قال لا نحن بونا نسوي هالنمونة، لكن يقول لجل الخاطر اللي يبغي بنهنهن له السمسم لين فوق. قال لا علثته يوم قلت له عن تهنهين السمسم، قال لي لأنه يختفي لون الصلم، لون الصلم يختفي. قلت يوم اللي هذا عسب يختفي لون الصلم، شيء ما يرزق برأي، هذا حمر وهذاك يبني. فكان كانت الآراء متفقة تقريبا. المهم هذا ريوق اليوم، قرص عقيلي وزلابية. ريوقي مثل ما قلت لكم زلابية وقرص عقيلي ولوز وصلوم، هذا أبوي ريوق. أبوي ريوق أنا مسمينه ريوق الأباطرة، ريوق الأباطرة اليوم. هي فنيال قهوة وزلابية وقرص عقيلي ولوز وصلوم، هذا أولا. ثانيا أكبر غلط اللي يقول كيك عقيلي منقود، كل شيء ولا شيء. العقيلي ما ينقال عنه كيك، ينقال عنه قرص عقيلي. اللي يقول عنه كيك هذا غلطان، هذا أصلا عيب ينقال عنه كيك. لا هذا أبوي قرص عقيلي، وقرص العقيلي ما ينخدم ولا يتسوى في السنين الأولية وقته، ويوم يوم الدنيا دنيا يتسوى للإنسان الغالي، ويتسوى صباحية حق العرسان معاريس. خدم طالت عماركم قرص العقيلي الأول للولد الكديد، والأبو يوم بيجي من 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 الغوص بيردون قفال، خدموا لهم العقيلي جايين جاي بالمكدة وياي بالخير، ويوم بيوم السفر، يوم بيوم صوغة للحياي اللي بيوم الحي. هاي من الأشياء اللي تقدم للغالين فقط، لأن العقيلي ما يخدم لكل حد، لا العقيلي ولا الخنفروش. يسبعون الأول بيت المعاريس سبعة أيام، سبعة أيام بالضبط ريوقهم يزتشونهم صبح ومساء من كنتي العقيلي والخنفروش. هي للمعاريس
معاريس يصبحون الصبح ريوقهم قرص عقيلي وخم فروسي. فلذلك يخصوب الناس الطيبين، الناس يعني اللي يحبونهم كل من كثر قدر الإنسان عندهم أكرموه بالعقيلي والخنفروش، ناهيك عن الأشياء الثانية. فلذلك أنا أزعل وأشرح على اللي يقول عن العقيلي كيكة عقيلي، لا ما بكيكة عقيلي، قرص عقيلي، هذا اسمه قرص عقيلي. أول طالة عماركم ما ينخدم بهالنمونة، الأول ينخدم شيء يسمونه صفر طاس، شفتوا هالقوطي مثل هذا لكن يكون له غطاه من غير قوية، وينخدم على الملالة من تيمر يمر يمر الميمر مرة غذا حمر، شلوا عنه اليمر ودفنوه في الملالة 10 دقائق واظهروه وانفضوه، هذا قرص العقيلي، واظهروه من الطبقة اللي هي صفر طاس يسمونها الأول، ريحته تكفخ في خمرة الرأس، هذا الأول القرص العقيلي. الحين عاد طوروا وكبروا قدح الحجم، ولا الأول قرص العقيلي شوية أكبر عن الجف، شيء بسيط. الخدمة الأولية هطري لكم خدمة هلا اللي يعرفون اللي مخلف عليهم العقيلي. فهذا طالت عماركم ريوقي من قرص العقيلي، هذا تحراته ومظهور من الفرن، ما في تقول شيء جلاتي ولا شيات. المهم شكرا للنيابة الأخ العزيز محمد بن إبراهيم حمر بطن وظهره، هذا ريوق اليوم، هذا ريوق اليوم فات، يرتفع السكر يستوي فيه اللي يستوي، ما يخصني عن خاطري، ما بودر بوي خاطري لأنها كذا بحين قطيعتين ثلاث زلابي هالكبير ثلاث شويون لتحرون وايد. وهذا طارت أعماركم ريوق، لوز وصلوم وعقيلي وزلابي وفنجان القهوة في دم. هذا طالت عماركم ميلس من ميالس الفندق الفور سيزن اللي على يم ميلس، يستقبلون فيه الزيارات الخاصة والأشياء هذه زين. وهذا هذا رجال تبع إضافة، وهذاك ضاء، وهذاك رجال ما يندراب ما أعرف شو اسمه. وهذا حين هذا اللي بيتحاور، أنا شو قاعد أسوي حينة؟ أنت مبدع المبدعين، أنت إضافة، وجودك لازم يؤثر بأي كان بأي سلوك. يعني إحنا علشان نقتنص لحظة وجودك في مملكة البحرين، بما أنك أحد المؤثرين الكبار في الخليج، فراح تكون إن شاء الله راح يكون لقاء عفوي نتكلم فيه عن مسيرتك في مجال السوشيال ميديا وفي كل الأمور اللي أنت قمت فيها في حياتك. توكل على الله. بتحاور مع رجال ما عارف شو اسمه. اسمي علي القطان الله يسلمك. علي القطان. منو علي القطان؟ علي القطان مذيع في إذاعة بحرين إف إم ورئيس إذاعة قناة الخليج العربي، صار لي في الإعلام حوالي 21 سنة. واليوم بزيدني شهر. 21 سنة؟ نعم. أنا عمري 41 سنة. تبارك الرحمن، والله اني تحريتك 32 يعني حتى 30 يعني في اوائل 30 سبحان الله. الله يواليك العافية ان شاء الله، يشرفني اني اسوي هاللقاء وياك، يا مرحبا وسهلا. الله يستر، الله العالم، شو طريقة الحوار، شو بيسألني، شو العلم عند الله. والله يا ابوك ولا اعرف حتى شو بيسألني عنه، لكن يا ابوك يسدني ويسدك، والله اني قاعد غير نمونة، والله يبوك اني فنان، يا الله العظيم اني فنان ما شاء الله علي. انتي نورة وهذا خالد صح؟ خلودي تعال تعال، خالد خالد الجميل، خالد الحلو، تبارك الرحمن، يا الله يحفظه، الله على خلادي تبارك، ما شاء الله على الزين، ما شاء الله ما شاء الله. نورة انت وين ساكنين؟ وين ساكنين؟ وين ساكنين؟ رفاع. في الرفاع ما شاء الله عليك يا نورة، تدرين ان امس كنت انا في الرفاع، رحت الرفاع وشفت الناس اللي فيها، منطقتكم جميلة وشياب خضراء وهواها نظيف، كل شيء فيكم زين، البحرين كلها زينة لكن الرفاع بعد مميزة. اوكي سلمي باي. حلاتين على الزين، شوف ما شفتوا خالد الا جميل، الله يبارك فيه ويحفظه ان شاء الله حبيبتي.
يسير قبل ما توادع وياهن ثلاثة أيام أربعة أيام هن يزتشني إلا كوفي وريوق وبسكوت وكل شيء، وساعات يأخذن بيزات وساعات يسوي اللي طاف ما يأخذن بيزات. هذه وهذه. But I didn't ask them your name. Maureen. Jacqueline. Yeah, no, say it again. Jacqueline. The Maureen. Same way. No, both. One, two, three. Jacqueline. Maureen. And my name is Khaled. Thank you. Thanks so much. Thank you so much, Khaled. Thank you. Say hi to everybody. Hi, everybody. We are very happy to have Khaled here. Thank and you. We'll miss him so much. Inshallah, we'll see you soon. Inshallah. Inshallah. Thank you for your everything what you've done for me. Thank you. Bye-bye. Believe me, I am sad to go. We're going to see you again soon. Inshallah, very soon. You're home in Bahrain here at Four Seasons. Thank you very much. Thank you for all what you've done for me. Pleasure. And pleasure. Say thank you for all these gentlemen, the people with the people they was serving up and the clean and everything was very good. The food, the lobby, the people who work here in this good hotel. This is one of the best Four Season hotel I saw it all my life. You're very kind, Mr. Halad. Thank you very much. And this man, he was very good guy. He the one, the first man I saw him when I check in. Perfect. Hey, well, he's the one who was biting me. Nice to see you. Inshallah, I will see you as soon as possible. Nice meeting you also. Thank you. Thank you. شكرا يا حبيبي. شكرا يا أجمل زول. شكرا يا الزول الجميل الحلو. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ أنت اللي الباح مودني ولا غيرك؟ لا والله. إيه زين. ما شاء الله. كيف حال؟ كم يبعد المطار؟ مطار 10 دقائق. الحمد لله احنا قريبين من المطار وايد. اي لاني اوريدي متاخر يعني على فكره. ان شاء الله. يوم اقول لكم البلاد كلها خضراء، البقعه هذه زيتون فيها كثافه زيتون مش موجوده في حتى بلاد الزيتون، ما شفت هالكثر كثافه زيتون. ومن الداخل يعني غتل غادي، غتل غادي بين الزيتون والزيتونه، زيتونه مترابط بعضها مع بعض، مسوي ظليل غريبة عجيبة. سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد. سمعتوا به المطار اللي غني يا ليل؟ المطار اللي غني يا ليل هذا هو مطار شنتي البحرين. من الأساس أول مطار استوى عندهم كان يغني يا ليل، وحاليا المطار هم الجديد حاليا يغني يا ليل ويا عين بعد. ها الأول بس يا ليل، الحين يا ليل ويا عين. تبارك الرحمن، ما ينقصه ما ينقصه، وشياكة ونظافة، وتدور لك شيء طايح فيه ما تلقط من النظافة اللي فيه. جميل جميل جميل، والرقي اللي في الدنيا كل فيه. قادي أبوك يلق بكبره، يلق يلق. تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لهم، الله يبارك لهم. بارك عماركم أن تدخل المطار. شوف إيش غادي، شوف إيش غادي. بلاد بلاد، مكان حق اللي جايين وحق مكان حق اللي سايرين، لكن النظافة ليه في الدنيا كلها فيه. غادي أبوك تحرام القوط بقطنه. نعم طالت عماركم، هذا القسم كامل حق شو؟ حق البزنس والفيرس والبلاتينيوم. يوم جيت أقول في خاطري بسم الله، كم ما طارت عني الطيارة. ترى أبوي من كثرة سرعة الإنجاز ما تلقط أوادم، بس دقيقة ما ياخذ الادمي سيد على طول تخلص. عسب شي تلقط ماشي تكدس ركاب ولا شيات، احد يالس يتريى الثاني ابدا، لك بواب ومليون شيء وبسرعة يخلصون. والمكان ما اقول لكم والله يا ابوكم، انك تدور شيء طايح ما تلقطه، يلق بكبره. وهذا بس خاص حق هل بفيرست وحق هل بالبزنس. سألت المطار اقول وين الاوادم؟ قالوا لا، مال الاكونومي روحه، ومال البزنس والفيست روحه. بدهم يقولون حلاتين على البحرين، هاي يقول حلاتين على البحرين، هذه البحرين يقولون حلاتين على البحرين، وعلى حل البحرين، ومن سكن البحرين، وحلاتين على البحرين. يقولونهم فنانين. مطارهم عجبه، والسوق الحره عجبه، طريقة ترتيب المتاجر فيه بعد عجبة. أما عادة الصالة اللي فوق حين اسمها صالة اللؤلؤة، إن شاء الله بسير بصور لكم إياها إن شاء الله. جاء
جميلة وفخمة من مسير يومين روح ترحب ها صريها وليتاتها ودنياها وترياتها روح ترجع ترحب بلاد المطار بلاد من كبرى ما شاء الله تبارك الرحمن ما ينقص انك تروم بتقصى على هالاساس انا قبل الحشر بعشر اي قبل ما تطير الطياره بساعتين ثلاث وتسب شو احب اطالع المطارات الوادم اشوف شو مسويين شو عندهم شو ما عندهم شو يتميزون فيه في المطار مالهم هذا اللي يبني من وقت وانا عندي طالك اعماركم مقول قال انها من زمان تريا اللي ما يترياك تريا منو اللي ما يترياك الوزير ابو ما بيترياك القطار ما بيترياك الطياره ما بتترياك فلذلك سر قبل الحشر بعشر كانت ابوي تبع امورك تتيسر تلاحق عمرك تريا اللي ما يترياك المكان هذا اللي تشوفونه فيه روح من روح الفلبين والدول الاسيويه طريقه المطعم مثل ذكرني في اللي في سيام باراغون اللي في تايلاند هذا الطرف هذا يا ربي ما احترني انا يا اللي منك ترى ابوي الحياه شوف انت الحياه وين وانا اتحرى لهذاك الطرف شوفوا بالله عليكم شوفوا الدنيا شوفوا بالله عليكم المطار يا ربي حلاتين على البحرين حلاتين على المرتبين حلاتين على الفنانين حلاتين ابوي على هالدل والدلال والعدال من استوت الدنيا من ربهم خلقهم هالبحرين ما شاء الله فنانين مرحبا وسهلا كيف حالك اهلين اهليلهم العرب يا سلام عليهم ما حري خط ما يسلم كلهم يعرفونك لا يخطر في بالك حد بيخطف عدالك ما بيسلم يعرفك ما يعرفك يسمع بك من يشوفه بأي إنسان حتى يخطفون على الأول والتالي سلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام عليكم هذا مذهبهم هالبحرين من استوى ما يوجد بينهم الجنجلي ثقافة عيايزهم مثقفات اللي مرة يدقولها الماء مثقفات يدقولها الماء سبحان الله دارسين مثقفين واللي ما درس في جامعات درس في الكتاب عند المطاوع وتعلم المذهب وتعلم الأدب وتعلم الثقافة ثقافة القرآن ثقافة كتاب الله سبحانه وتعالى جل جلاله تعلموا السنع من استوت الدنيا والبحرين دار سنع ودار ترتيب ما بالبلدان اللي من غير قصور يا غير البحرين بلاد طيبين يعني أنا أحب الناس كلها ولا البحرين من ضمن الوادم يعني فلا بد من الإشارة هالبلاد اللي انت فيها والمكان اللي تمشي فيه وتعرف عاداتهم وتقاليدهم البحرين فنانة وشوفوا رب العالمين صخر لهم الدنيا كلها شوفوا هالمطار انتم شوفوا مطارهم ما زينه منبونة ترى على فكرة حتى المطار الأولي عندهم مطار الأول أنا جيتك ودي بعد غير المول بعد يغني علي لكن هذا المطار وده تعرف وين دخلت تعرف وين ظهرت لكن هذا تبارك الرحمن له أول يا غير ما له آخر بلاد من كبرة بلاد الحين أنا ما قصيت إلا الربع وهناك ما بروم أسير أنا كم بسير يا الله يا رب تحفظ هالحكومة تحفظ حكومات المسلمين أجمعين وتبارك لهم إن شاء الله في رزقهم وحلالهم شو أنتم أكبر لها الشاشة يا أبو ما شاء الله تبارك الله تعرفون كم باجي على طيارتي من الحين ساعتين طيارتي 3:30 وحينة الساعة 1:30 هنتين إلا ربع بعد تقريبا ساعة ساعتين قاصر ربع أنا مبون أي قلت لكم قبل الحشر بعشر وأتمنى من الكل منكم والجميع ما يتأخر على محطة القطار المطار بتقابل إنسان ذو جاه ومنصب ذو رتبة ذو مكانة عالية ورفيعة حاول إنك أنت تسير قبله مش صغار تنفيك انت او انه هو اخير عك لا الناس عندها التزامات وعندها ارتباطات انت بتتاخر بيصير من وقته هو ترياك حب وكرامه ما ترياك لا تلومه انت يا متاخر محمول مترفس والله العظيم حد من العرب حروني اللي انا مستعيب كل هالعرب ابوي مستعيب ها كل يصور ما بالله انا كل ياس يصور ها هذاك مكحالي توني صورته ها نا توني بساعه يوم أصور لكم المحلات هذه
كنت هناك وين اللفت هذاك اللي هناك الاسانسير هذا بعد من غير بعد كلها اسواق وكلها محلات وكلها مطاعم وكلها بوابات هي هذه نقول كل مطار اللي عليه رضوان من الله المطار اللي عليه رضوان من الله يطرونه هذا تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك لهم في هالمطار ويبارك في كل من حط يده واشتغل ونظف وبنى وخطط وحتى ليه ما تسوي الكاشي ولا يركبوا البيبات ليه سووا الديكورات وليه سووا سانستراكشر ما ادري ايش قال منك والمقاول والبناي واللي وكلهم كلهم 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 ليه مدد الكمبيوترات والوايرات الله يطول بعمارهم كلهم اجدوا وسووا شيء فنان فاجادوا وعملوا شيء فنان مرتب فوق عن الزين زين بلاد 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 بقولكم بس عاد عليكم الرمسة ما زين لها الكراسي ما زين لها الكراسي ما تعرفه هو حطاب ساي هو من صندل هو من مرمر ما تعرفه حتى كراسيهم ما شاء الله يلقن لا تتوقع انك انت بتحتار في وين بتسير ولا وين بتي في المطار المطار فيه كافيهات ومطاعم ما شيء كثرهم فوين ما تسير ما شاء الله تبارك الرحمن الكافيهات شيء هناك عدد شيء حري ما بروا أصور لكن ما شاء الله يعني المكان وايد فنان يعني ما في خيارات بسيطة خيارات كثيرة وعديدة وين ما تصد أشياء ترفيهية ومطاعم وشوبينج سنترز وايد أشياء هم زينة وايد فنان المكان تبارك الرحمن أي زومي روبيبه اي زومي رومي بالمطار من اوله والله ما تروم تيبه ها يا ربي مليون بوابه ها شوف الله عليكم ها شوف الله عليكم هناك مليون بوابه اظن يستوعب ملايين هذا اوادم في ان واحد هي والله ما ينقصر بلاد انا اللي يحب المشي ابو قمار متكمل وصلت لي هنيها في النصيفة ما روم بكمل لين هناك ما روم عيست أبوي لبي هالبلاد تحملوا يا خري بيزات كلهن في البحرين داخل لا خلوا بيزات حق المطار فيها أشياء غريبة المطار بضاعاتهم أشياء غريبة كثيرة ما تنحصى ولا تنعد يميع الماركات يميع الدنيا شو بقولكم لازم تخلون بيزات أبوي تحملوا هي لبي البحرين وتوجف بيزاتك وانت داخل في البلاد وبتي المطار بتشوف هالمغريات ما تروم قلبك بيعورك لازم بتاخذ شيء لازم بتطالع شيء لازم بتسوم شيء هي والله بتيسل تدير عيونك ما يستوي لازم انك بتاخذ اي شيء دخيل الله ما تروم تجلس تصير بيتهم يا قدام يا ورا لو بتاخذ اللي تاخذه لكن المطار في اشياء غير نمونه فلذلك ابو لي بي البحرين ابو لي يوجف بيزاته في البلاد يخلي شيء ويحق المطار لا تقولون ما قال لكم قلت لكم قال لكم خالد بن احمد بن عبد الله الخالدي يقول لكم ابوي لازم تخلون شيء من البيزات تخربهن في المطار تيسون ديرن عيونكم ما يستوي البنيه اللي صورتها مساء وهي تسلم ترى ابوي موظفه هني السلام عليك اهلين شلونك كيف حالك؟ نورتنا والله كيف انت بنتي؟ الحمد لله شفتك بالصدفه يعني ما شفتك في البحرين بس في المطار شفتي هذا يوم الله كاتب لي شو قسمكم انتم احنا استعلامات مطار البحرين الدولي ما شاء الله ما المطار يجنن كلمه يجنن قليله 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 المطار ياخذ العقل والله يا ابو كني ربع عيست الحين انا مشيت من اول المطار تليت الدنيا هذه كلها ها. ما خليت مكان ما مشيته لكن يا ابو راسي دار المطار بلاد من كبره شو اسمك انت خلود البلاسه ما شاء الله الله يحفظك يا بنتي حفظك مبسوطين الله. كل شيء زين اي والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله انا استانست في هالبلاد الفنانه احنا مستانسين بوجودك عندنا الله يبارك فيك يا بنتي يخليك اعماركم حين المنظر العلوي هذا منظر العلوي من الصاله اللي هي من فوق هاي لبير يسمونها هناك في الاستقبال بيانوهم ودرياهم المكان كله صوفات وهناك عادة المطعم تقولوا لي شيء ممرات في الدنيا العود شرات الممرات هذه الهواء يهفف عليك من كل مكان خراطيم الخراطيم اللي تودي للطيائر
يدعب عليك هو بارد 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 غير نمونه. شوف اللون انتم مانشستر سيتي ما شاء الله تبارك الرحمن. بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق. بلد رياضي، هلا رياضيين معازيبه قبل شيء وبعد كلهم رياضيين. زين وفوق عن الزين عمار يا الاتحاد. عمار 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 يا الطاير الميمون. شوفوا هاي طيارتنا الاحترازيه وكلهم ابوي فاخذ تمامها. هاي طيارتنا تاخذ الاثر نظيف وتلق وغادي غير نمون ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا ما تشوفون قول ما قلنا لكم لا يدخل في عقولكم ما تلقطون طيارة هالنمون في الدنيا العود كلها نظافة وأناقة وريحة تحري أبوكم شلة معاريس ريحة حتى تعطب شال الدنيا فوق تحت. يا الخالدي حبك في دمي وسط قلبي وش رايني يوم أشوفك ينجلي همي ومن على الدنيا تنسيني الغواو الزين ملتمي فيك يا سيد المزايني فيك اللي الحسن متنمي من جدم لا حاجب العيني يا ابو محمد حبك في دمي وسط قلبي وش رايني يوم اشوفك ينجلي همي ومن على الدنيا تنسيني. في حفظ وداعة اللي ما تضيع عنده الوداية يا رب العالمين انك تحفظ هالدار وهلها ومن سكن فيها حكومة وشعبها تبارك ان شاء الله في ارضهم خيرهم ورزقهم ترزقهم من حيث لا يكتسبون الكل منهم والجميع ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يبوكم اللي عارف هذا المكان وين يخبرني ما كنت شفتها البقعانة ها يميع اليزر يميع اليزر يميع الدنيا وين هالمكان هذا بنيانية أيوان حنجري بالمطار ظني شي يزر هناك ساحبة هاي اللي تشوفونها اليزيرية غير كرنيش بوظبي لك بلية شي كرنيش بوظبي غير بلية بنايات نفس تفصيل بوظبي روحها. هذا وين مال فراري وياس والاشياء هذه ها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا سلام سلم الله يا ابوك كانك طالع تحفه معماريه شو شيء ما شوف الله عليكم مازن ابو ظبي ما شاء الله تبارك الرحمن المناطق كلها جديدة كلها من المدن الجديدة هذه أبدا لنك 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 من 10 سنين وياي أو 12 سنة تقريبا ما شاء الله لغت ازدهار ازدهار وجمال وتخطيط وبنية تحتية وأشياء جميلة كثيرة اللهم لك الحمد. تبين الأشياء هذه لكن من فوق الجو تشوف الدنيا عجب 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 سبحانك يا رب. هذا فراري ها التفصيل انت ولا والهندسة ولا والتخطيط كيف هذا ابوي منظور مال 100 سنه قدام شو منظر من الجو كيف قادي البلاد تبارك الرحمن يا الله يا رب انك تحفظها من داء سبحانك يا رب ما جملها الداء بلادنا جميله مرتبه منظمه جمال في جداري ما حصل على ذلك.
يسدكم الا الترتيب انتم، يسدكم الترتيب، ما تلقى شيء شرق وشيء غرب، شيء منتهض شيء طايح على يم، شيء دار من هيم ولا شيء يبوي ما بمرتبها، كلها على ما تشوفه على مد النظر، شوف الترتيب. سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله. ترى والله يبوك من وانت فوق وانت تحت على الارض ما يبين هذا كله، هذا كله تخطيط، تخطيط خذوا سنين وهم يعدلون يزينون ويرتبون. لا اله الا الله. شوف والله يبكم الحين على الارض، والله انه ما يبين ولا ينعرف، كان هالجهد كله من بدء ما احد بادل لنا ما يبين، كان من فوق السماء. سبحانك يا رب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حي دار الطيبي، حي دار لياوي، حي دار الفلاحي، يا سلام. سلم تبارك الرحمن خير الخالقين، ما شاء الله تبارك الله. الله يا رب. الحمد لله على السلام، وصلنا بحمد الله، وصلنا والحمد لله بخير وسهال ولا نشكو مباس، امورنا طيبه والطياره سلام من سلام، هدوء تام، كل فنان وكل زين وكل ما شي فوقه مره.